نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. خلال مؤتمره المركزي العام، السيادة يحشد جماهيره للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية. يسيئون للعراق ولا يمثلون إرادة الشعب والدولة. السوداني يوجه بملاحقة منفذي هجوم السفارة الأمريكية. بعد ضرب السفارة، الأمن الوطني يعلن تعرض مقره لهجوم صاروخي ويتوعد المتورطين بالقصاص. أهلا من جديد. إلى التفاصيل، والبداية من بغداد العاصمة، إذ أقام حزب السيادة مؤتمره المركزي العام في الجادرية وسط بغداد العاصمة بحضور رئيس الحزب الشيخ خميس الخنجر ونائب الأمين العام للحزب عبد الخالق العزاوي وعددا من القيادات، وسط حضور جماهيري واسع. وشارك في المؤتمر المركزي مرشحو حزب السيادة كافة وعددهم 304 مرشحين المقرر خوضهم انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم الاثنين 18 من شهر كانون الأول الجاري. وشهد المؤتمر تثقيفا واسعا على المشاركة الفاعلة في الاقتراع. قبل ذلك، أكد رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر أنه لا يسمح بالتجاوز على الرموز والمقدسات التي تمثل العقيدة والهوية. الخنجر وفي كلمة ألقاها بعد صلاة الجمعة في جامع أبي بكر الصديق بمنطقة الغزالية، دعا الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من تسول له نفسه النيل من الرموز والعبث بالأمن والسلم المجتمعيين. بعد التجاوزات التي حصلت في هذه المنطقة وقريب من المساجد، جئت اليوم لأقول أنا معكم، وإننا لن نترك أهلنا في أي تجاوز أو اعتداء ولن نسمح به. وهذا ما قمنا به أي أثناء المشاكل، فلقد اتصلت بالسيد رئيس الوزراء وأرسلت له الفيديوهات وقلت له أن هذا تجاوز على الشعائر والمشاعر وعلى الرموز الدينية والإسلامية التي لا يجوز التجاوز عليها. ووجه دولة رئيس الوزراء مشكورا للأجهزة الأمنية للبحث عن هؤلاء الذين تجاوزوا وإلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم. لن نترك أي تجاوز يمر مرور الكرام، ونريد أن ترجع الحقوق إلى أهلها وأن تسود العدالة، ففي العدالة الأمن والرخاء والاستقرار، ولا يمكن أن يستقر البلد إلا في العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات. من جانبهم، دعا عدد من خطباء الجمعة في بغداد الجماهير إلى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات لضمان حصول الحقوق التي قد تسلب في حال عدم المشاركة، حيث شدد خطيب جامع أبي بكر الصديق في منطقة الغزالية ياسر المشهداني على ضرورة اختيار الشخصيات المناسبة التي تمتلك من المقومات ما يضمن تنفيذ مطالب الجمهور وخدمته. هذه الانتخابات أعظم من الانتخابات البرلمانية، لأنها متعلقة بحقوق العباد واستحصالها، فإن عجزنا عن الذهاب تذهب الحقوق. أيها الأحباب، القوي الأمين الذي يستطيع استحصال الحقوق لأهله، لا نريد ترشيح ضعيف ولا نريد اختيار ضعيفا، لا نريد أن يختار الضعفاء لأنهم لا نستحصل بهم الحقوق. نريد شخصية قوية، والشخصيات القوية نريدها كسالفها، ممن كان عندنا من الشخصيات
ولا زال والحمد لله يعمل في الساحة من داعى بحقوق إخوانه المعتقلين. في الأنبار، ناشد أبناء ووجهاء المحافظة الحكومة بكشف موعد حسم ملف المغيبين الذي يعاني من الإهمال، مطالبينها بالتحرك الجدي لمعرفة مصير أكثر من 10,000 مغيب من أبناء المحافظة. لا زالت الثكالة تنتظر، لا زالت أمهات المغيبين ينتظرن، ولذلك من هذا المكان وفي هذا اليوم وفي هذه المناسبة نناشد الجهات الحكومية السياسية الجميع بالتحرك نحو هذا الموضوع تحركا جديا لكشف حال المغيبين، لكشف مصيرهم إلى أهليهم. مرت هذه السنوات وعشرة آلاف مغيب فقط في محافظة الأنبار لا يعلم مصيرهم، لا يعلم أهلهم هل هم أحياء أم هم أموات. ما زال ملف المغيبين يعاني من الإهمال بالوقت الحالي. احنا كناشطين يعني منذ سنوات سابقة أطلقنا هاشتاغ وينهم، بالتالي احنا ولدنا نريدهم يعني أحياء أموات جثثهم. يعاني أهلهم من الأزمات السابقة والحالية، من الحرمان، من الآلام اللي يعيشوها، فبالتالي هذا الموضوع يؤثر سلبا. احنا كمواطنين نطالب ايضا كناشطين نطالب بحل ملف المغيبين. فقدنا الكثير من المغيبين من أبناء هذه المحافظة. الأبناء اليوم ينتظرون آباءهم، والنساء تنتظر الرجال، فإلى متى يبقى هذا الانتظار؟ إلى حكامنا، إلى السياسيين أن يسارعوا في حل هذه القضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم هؤلاء المفجوعين الصبر وأن يعينهم على هذا المصاب. أكدت السفارة الأمريكية في بغداد تعرضها إلى هجوم صاروخي، قالت إنه نفذ من قبل فصائل مسلحة تنشط بحرية في العراق، على الرغم من عدم تبني أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن حسب قولها. السفارة وفي بيان لها أوضحت أن الصاروخين سقطا في مبنى مجمع السفارة دون إصابات تذكر، مجددة دعوتها للحكومة العراقية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي. كما أكدت أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم. من جانبه، أعلن جهاز الأمن الوطني تعرض مقره في بغداد العاصمة إلى اعتداء من قبل مجاميع وصفها بالخارجة على القانون. وأكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في تصريح صحفي أن مقر الجهاز تعرض إلى اعتداء بالمقذوفات الصاروخية أوقعت أضرارا مادية في العجلات والأبنية، مضيفا أن الجهاز سيلاحق مرتكبي تلك الاعتداءات الإجرامية ويقدمهم إلى العدالة. في أثناء ذلك، وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني القيادات الأمنية كافة بملاحقة مطلقي المقذوفات على السفارة الأمريكية في بغداد وتقديمهم للعدالة، بينما تعهد بمواصلة حماية البعثات الدبلوماسية وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها. السوداني وفي بيان له أكد أن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف، ومهما كانت الادعاءات والأوهام التي تقف وراء تلك الأفعال المشينة، لافتا الانتباه إلى أن من يرتكب تلك الاعتداءات يقترف إساءة إزاء استقرار العراق وأمنه. كما اعتبر القائد العام أن تلك المجاميع المنفلتة الخارجة على القانون لا تمثل إرادة الشعب العراقي ولا تعكس القرار العراقي الوطني. بدورها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن رفضها وإدانتها لما تعرضت له السفارة الأمريكية من اعتداءات مجاميع منفلتة، مؤكدة أن مثل تلك الأفعال لن تؤثر في سير العمل الدبلوماسي الذي يوليه العراق أهمية بالغة لما له من أثر في تمتين العلاقات بين بغداد ودول العالم.
الخارجية وفي بيان لها أكدت أنها تتابع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق وملاحقة المتسببين بقصف السفارة الأمريكية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ومنع أي إخلال بأمن البعثات الدبلوماسية في العراق. في غضون ذلك أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، بينما شددت على ضرورة حماية جميع المباني الدبلوماسية بما يتماشى مع القانون الدولي. البعثة الأممية وفي بيان لها اعتبرت أن استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصلب جميع أعمالها، ولا يسعى العراق تحمل جره إلى صراع أوسع نطاقا، وهو ما من شأنه أن يهدد الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد والإنجازات التي تحققت حتى الساعة. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ الفصائل المسلحة من مواصلة الهجمات التي تستهدف قواعد بلادها العسكرية المتمركزة في العراق، مبينة أن بقاء تلك القوات جاء بطلب من الحكومة الاتحادية وأن مهامها تتمثل بمواجهة تنظيم داعش. نحن في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، والسبب وجودنا ضمان الهزيمة الدائمة لداعش. الحكومة متعاونة في حماية قواتنا بالمنطقة. ردنا على هجمات الفصائل كان فعالا، وتمكنت ضرباتنا من تدمير منشآت الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة التي تستخدمها هذه الفصائل المدعومة من الحرس الثوري الإيراني. موجة الهجمات ضد قواتنا لم تكن ناجحة إلى حد كبير، وما حدث مجرد أضرار طفيفة في البنية التحتية، وبالطبع سنرد دائما في الوقت والمكان الذي نختاره. منذ 4 ديسمبر ما يزال هناك 66 من أفرادنا الذين تعرضوا لإصابات غير خطيرة وغير مهددة للحياة، وجميعهم عادوا إلى العمل. عودة إلى الشأن المحلي العراقي، حيث قررت أوساط مسيحية في محافظة نينوى عدم الاحتفال بأعياد رأس السنة تضامنا مع ضحايا فاجعة عرس الحمدانية. وأكدت الأوساط أن حالة الحزن على ضحايا فاجعة الحمدانية ما زالت موجودة في نفوس المكون المسيحي خاصة والشعب العراقي عامة، مطالبين الحكومة المحلية بالإسراع بتعويض ذوي الضحايا والمصابين فضلا عن تحقيق عادل مع المتسببين بتلك الفاجعة. نحن كمواطنين هذا السنة نمر بحزن، بغداد تمر بحزن بسبب فاجعة عرس بغداد، فبالتأكيد إجلالا لأرواح ضحايا الشهداء ما راح يكون أكو مراسيم احتفال مثل كل السنوات. نوجه رسالة أنه يبقون بغداد إن شاء الله الخير قادم، وأيضا نطالب الحكومة المحلية بالإسراع في تعويض الضحايا والعوائل، أيضا نطالب بتقديم الدعم النفسي. هاي السنة مقتصرة فقط على القداديس اللي راح تتم بعياد الميلاد، نوعا ما راح يكون أكو خلينا نقول مراسيم وحفلات واحتفالات وغيرها من التفاصيل، لأنه الضحايا اللي قدمناهم هم أكيد دماءهم كلش غالية علينا. نطالب بأن يكون أكو خلينا نقول تحقيق أكثر عادل من مثل اللي صار، أكثر عادل من اللي صار، ومو فقط يعني خلينا نقول يكون أكو نوعا ما جبر لأهالي الضحايا. يستمر مسلسل حرائق مخيمات النازحين دون حلول عاجلة لوقفها، وسط تجدد المطالبات بضرورة إغلاق المخيمات وضمان العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم. في واقعة متكررة التهم حريق عرضي نار 4 كربانات في مخيم بحركة، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع انتشاره وتمدده إلى باقي الكربانات الأخرى دون وقوع خسائر بشرية، بل اقتصرت الأضرار على خسائر مادية فقط. للأسف أيضا هناك
تقصير أيضا من الجهات المعنية في الحكومة الفيدرالية بتقديم المساعدات، كون هؤلاء النازحين هم مسؤولية الحكومة الفيدرالية بصراحة. وأيضا المنظمات الدولية صارت لديها أولويات أخرى في أماكن أخرى، لذلك خفضت خدماتها إلى أدنى مستوياتها في مخيمات النازحين. ليست أول مرة تضرب الحرائق مخيم بحركة الذي يقع على بعد نحو 13 كيلومترا شمال مدينة أربيل، بل اندلع حريق سابق التهم 6 كرفانات وخلف أضرارا مادية كبيرة ووفاة شاب يبلغ من العمر 15 ربيعا. يعني نطالب أنه يعوضونا أو يبنونا بيوت أو يحولونا عن هذه الفاجعة الكبرى، يعني يحولونا عن هذه الكرفانات. دائما تذكر الحرائق هنا. إيه دائما تذكر الحرائق، هذيك كل نوبة تقريبا 5 أو 6 كرفانات. خلي يجي هذا ابن البرلماني، خلي يجي ابن البرلماني، خلي يجي ينوم ابنه هنا، خلي يجي بنته فد ساعة زمان. إحنا ما رايدين يجي يسكن هنا سكنة، نريد يجي فد ساعة زمان ينام بهذا المكان، ساعة زمان يجي ينام بهذا المكان، خلي يحس بمعاناة هذا العالم. وهذا الحادث حلقة في سلسلة من حوادث متشابهة تعرضت لها مخيمات تضم عشرات الآلاف النازحين العراقيين، ويطرح ذلك تساؤلات وفق مراقبين حول أسباب الحرائق، معتبرين أن تكرار وقوع حوادث متشابهة يعتبر عن الإهمال والتقصير في الالتزام بمعايير السلامة والأمان في المخيمات، مطالبين بضرورة إغلاق ملف النزوح وضمان العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. اقتصاديا تشكل أزمة الدولار تحديا كبيرا للحكومة التي تسعى لإيجاد حلول لها من خلال دعم الصناعة المحلية وتحسين الواقع الزراعي. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. تقارير خطيرة تكشف مدى عمق أزمة ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي، حيث يلخص المشهد بأنه إذا استمر العراق معتمدا في استيراد السلع والبضائع على الدول التي تخضع للعقوبات الدولية فلن يشهد سوق العملات استقرارا. وجود استيرادات عراقية كبيرة من إيران، أكثر من 10 مليارات دولار سنويا، وهذه ممولة من السوق الموازي للدولار النقدي. إضافة إلى ذلك هناك المسافرين العراقيين إلى إيران وسوريا أيضا، لتقدر إنفاقهم السنوي ب3.410 مليار دولار. أحد الحلول الحكومية باتجاه السيطرة على أسعار الدولار كانت من خلال العمل على إعادة الصناعات العراقية لوقف الاستيراد وإخراج العملة الصعبة للخارج، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إعمار الكثير من المصانع المتوقفة منذ عقود، فيما طرحت وزارة الصناعة والمعادن 90 فرصة استثمارية مؤخرا تأمل من خلالها رفع مشاركتها بالدخل العام للدولة بعد أن بات يشكل 1% فقط. هذا المؤتمر عرضت به 90 فرصة لمختلف القطاعات، أثمرت هذه النقاشات عن تفاهمات أولية واهتمامات وموافقات من قبلنا لإحالة بعض المشاريع المتعلقة بالصناعات. الاتجاه الحكومي الآخر لوقف استنزاف العملة الصعبة من خلال الاستيراد تمثل بالعمل على تحسين الواقع الزراعي في البلاد من خلال السعي إلى دعم المزارعين واستخدام طرق الري الحديثة تناغما مع الشح المائي الذي يشهده البلاد، فيما لا يشكل ما يقدمه الإنتاج الزراعي حاليا غير 2% من مدخولات الدولة. طبعا احنا مع توجهات رئاسة الوزراء بالتحول الإلزامي من الطريق الري التقليدية إلى الري الحديث واستخدام الرشات المحورية والثابتة والتنقيط، طبعا صار هناك توجيه من رئاسة من وزارة الزراعة بتجهيز الوزارة بالأسماء للأشخاص الذين يرغبون باستخدام هذه التقنيات. ومع التحدي الموجود للحفاظ على الثروة الوطنية المتمثلة بالعملة الصعبة، يرى مراقبون أن دعم الصناعة والزراعة محليا
شرطا أساسي لإيقاف استنزاف الدولار. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة. في الأنبار ثروات نفطية وغازية جديدة اكتشفت في صحراء كباسة وسط دعوات لإدخال شركات استثمارية رصينة لاستخراج تلك الثروات الطبيعية وتشغيل اليد العاملة المحلية. من جديد، الفرق الزلزالية في محافظة الأنبار تكتشف حقولا نفطية وغازية جديدة في صحراء كباسة غرب الأنبار لتكون رقما يضاف إلى العشرات من الحقول المكتشفة، والتوقعات تشير إلى أن الكميات في حقول كباسة تتجاوز ما موجود في حقل عكاز الذي تبلغ فيه الكميات أكثر من 5 تريليونات قدم مكعب. اليوم نبشر هنا في المدن الغربية خصوصا في مدينة كباسة بعد هذه الاستكشافات النفطية الرائعة التي من المتوقع أن تفوق حتى في غاز عكاز، وما لها من مردود كبير على أهلها ومن توفير فرص للأيادي العاملة. نطالب الحكومة المركزية المتمثلة بدولة السيد رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني المحترم والحكومة المحلية المقبلة إن شاء الله بالتركيز على هذه المدينة وعلى التركيز على المنشآت النفطية المستكشفة، وكذلك الاتيان بشركات رصينة تقوم على إيجاد فرص عمل لأهالي هذه المدن ولإنعاش اقتصاد مناطق غرب الأنبار والنهوض بواقعها الخدمي وتشغيل اليد العاملة والمتخصصين من الخريجين. تصاعدت الدعوات لإدخال شركات استثمارية رصينة لاستخراج ما موجود في باطن الأرض من ثروات طبيعية لزيادة الغلة المالية للمحافظة. حقيقة مبادرة جيدة حول تنقيب الآبار النفطية في المناطق الغربية، هذا الشيء راح ينعكس إيجابي على الشارع الأنباري من حيث توفير الفرص للشباب وكذلك الفرص للشركات الاستثمارية. بعد اكتشاف حقول نفط ومواد نفطية في محافظة الأنبار بالتحديد مدينة كباسة، طبعا نطالب من الحكومة المحلية ومن وزارة النفط باهتمام بهذه الحقول وذلك لتكون مصادر نفطية لهذه المحافظة وأيضا للعراق كافة. وبعد الاكتشافات النفطية المتكررة تطالب الحكومة المحلية في الأنبار بضرورة وجود شركة غازية ونفطية حكومية أسوة بمحافظات الجنوب، وذلك لعدم وجود هذه الشركات في المحافظة رغم توفر الغاز والنفط بكميات كبيرة. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. خلال مؤتمره المركزي العام السيادة يحشد جماهيره للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية. يسيئون للعراق ولا يمثلون إرادة الشعب والدولة، السوداني يوجه بملاحقة منفذي هجوم السفارة الأمريكية. بعد ضرب السفارة الأمن الوطني يعلن تعرض مقره لهجوم صاروخي ويتوعد المتورطين بالقصاص. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.tv أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. We'll be right back.